بسم الله الرحمن الرحيم، أرحب بكم طلبة الأعزاء في هذه المحاضرة المهمة عن تكوين الفراغات. في المحاضرات اللي فاتت إحنا حكينا عن الفورم، حكينا عن الكتل، وحكينا أن الفورم كشكل أو كتكوين كل إشي أو كل كتلة بتحيط فينا، قطعة أثاث، مبنى، شاليه، منظر جمالي أو لوحة جمالية أو لوحة فنية إلى آخره. اليوم حنتكلم عن الفراغات، الفراغات اللي بتحيط فينا إحنا، سواء كنا في غرفة، سواء كنا في معرش، في ملعب، في منطقة مفتوحة، في محطة باصات، في محطة مترو، في أي مكان إحنا ممكن نكون في فراغ. أكيد مش حنكون في منطقة يعني مسكرة أو مصمتة، بيكون الفراغ محيط فينا. طبعا أي فراغ بتكون من مسطحات، أي فراغ أو أي حيز بتكون من مسطحات. يعني تخيل أنت عندي شكل مكعب، الشكل المكعب له 6 أوجه أو 6 مسطحات، الأربعة اللي على الجوانب بالإضافة للسقف والأرضية. طبعا هنا مكتوب إنه الحيز الفراغي بتأكد ممكن ب4 مسطحات، يعني إحنا عندنا غرفة هان في مسطح، مسطحين، ثلاثة، وهي 4 فوق أو 5، يعني لو شلنا السقف هان برضو ممكن نعتبره احنا حيز فراغي. طبعا لو كان مثلا وجه من المكعب رايح زي ما انت شايف هان، طبعا بالادراك البصري والايحاء البصري انت بتحس انه الحيطة هذه موجودة. عشان هيك خلينا احنا نحط بعض المحددات. لو انا عندي مكعب له 6 اوجه، هذا بنسميه فراغ مغلق، يعني زي الغرفة، غرفة 4 متر في 4 متر مع السقف مع الأرضية إلها 6 أوجه، هذا بنعتبره فراغ مغلق. طيب وقت ايش بكون شبه مغلق؟ إذا جبنا وجه واحد من ال6 أوجه هدول صار الفراغ شبه مغلق. طب وقت ايش بصير شبه مفتوح؟ لما أشيل وجهين، مثلا السقف وحيطة، حيطة وكمان حيطة، بصير السطح هذا شبه مفتوح. طيب وقت ايش بصير مفتوح؟ لما اشيل 3 اوجه، لما اشيل 3 اوجه بصير الفراغ عندي مفتوح. يعني زي مكتوب هاش المكعب ذو 6 اسطح يكون داخله فراغ مغلق. اذا رفعنا سطح اصبح شبه مغلق، رفعنا عنه سطحين اصبح شبه مفتوح، رفعنا 3 أسطح يشبه مفتوحا، وهنا يبدأ الفراغ في فقد خصائصه الفراغية، بصير مفتوح. يعني زي ما يكون عندنا احنا قاعة دراسية، بظبط القاعة الدراسية تكون من غير سقف ومن غير حيطة أمامية وحيطة جانبية، بطل ينفع نعمل فيها احنا محاضرات. لو غرفة نوم فيهاش 3 حيطان بطلت غرفة نوم، فقدت الخصوصية تبعتها. طبعا المسطحات او الحيطان اللي بتشكل الفراغ ممكن تكون مصمتة، يعني مثلا هاي السقف هذا مصمت، فيش فيه ولا فتحة، زي الحيطان بتشوفوها في الغرف تبعتكم مصمتة فيش فيها ولا فتحة، حتى لو فيها شباك، ما هو الشباك بالاخر بتسكر، برضو يعتبر مصمت، برضو تعتبر حيطة مصمتة، لكن اقل بتحس فيها انت، اقل من الحيطة اللي بتكون مثلا كلها ما فيش فيها اي شباك. شبه مصمتة يعني فيها فتحات قليلة، فيها فتحات قليلة بنسميها هذا شبه مصمتة، فتحات قليلة نسبتها بتتعداش 20-30%، بتكون شبه مصمتة. شبه مفرغة بيكون فتحات كبيرة زي ما انت شايف هان، شبه مفرغة زي ما انت شايف هان، شبه مفرغة الحيطة هذه فيها فتحة كبيرة أكثر من 50% عمالك شايف نسبتها. أو مفرغة، قلت إيش المفرغ؟ المفرغ إنه أنت بصريا بتحس وكأنه فيها حيطة، لكن فيش حيطة، لكن فيه عمود مثلا وعمود، فانت بتدرك هذه بالاحساس البصري. كل ما اختلف نوع المادة، سواء ملمسها ناعم او ملمسها خشن، شفافة، من الزجاج، يعني هذه الامور بتخلينا نحس بالفراغ اكتر. كما تختلف طبيعة المسطحات المكونة للفراغ باختلاف المادة أو الملمس أو الشفافية، وهنا تدخل الإضاءة عاملا
جديدا في التأثير على الإحساس وطبيعة الفراغ، لأن الإضاءة ممكن أنا أحس الفراغ واسع إذا كان في إضاءة، ممكن أحس الفراغ ضيق إذا كان الإضاءة خفيفة. عشان هيك لازم نتطرق لموضوع مهم جدا اسمه محددات الفراغ الأفقية ومحددات الفراغ الرأسية، عشان نتعرف أكثر كيف أنا ممكن أحس في الفراغ أكثر وأنظمه بشكل دقيق أكثر. طبعا هذه أمثلة برضو لسه على الأسطح المكونة للفراغ. زي ما أنت شايف هذا السقف شبه مفرغ، مش مصمت، شبه مفرغ. هان شبه مفرغ، هنا فيش حيطة لكن هذا مفرغ، عمالك بتحس فيه بصريا. زي ما انت شايف الواجهة هذه بتحس بصريا، برضو هذا شبه مفرغ، فتحات كتيرة، فتحات كتيرة. هنا الفراغ فقد سطحين، يبقى هان ايش بنحكي عنه؟ شبه مفتوح، فراغ شبه مفتوح زي ما انت شايف، لانه في مسطحين اللي رايحين، لكن السطح هذا والسطح هذا مصمت ومصمت. زي ما انت شايف مثلا السطح هذا اللي في الغرفة هذه مصمت، لكن هان شبه مفرغ، هان شبه مفرغ، هان برضو شبه مفرغ، هان برضو شبه مفرغ. زي ما انت شايف فاصل بين غرفة، بين الدرج مثلا وغرفة المعيشة. مرات أنا في المطعم بحط أسطح مصمتة ما بين الزبائن عشان توفر خصوصية، أو بتكون شبه مصمتة زي ما احنا حكينا، مصمتة أو شبه مصمتة أو شبه مفرغة. احفظوها كويس الجمل هذه، يعني هان شبه مصمت، يعني في أكم من فتحة موجودة، هنا شبه مفرغ، هنا شبه مفرغ، إلى آخره. عينك هي الإيش اللي بدها تحكم. يبقى خلينا نرجع إحنا نحكي عن محددات الفراغ الأفقية. إيش يعني محددات الفراغ الأفقية؟ أنا عندي أرضية في ملعب كبير ولا في منطقة مفتوحة، كيف أحدد مساحة معينة لنشاط معين؟ يعني رحت أنا في مكان معين في هالأرضية هذه بلطتها صارت جلسة، يبقى هذه التبليطة اسمها مسطح أفقي مميز، ذا بيز بلان. المسطح الأفقي المميز أو بلين، المسطح الأفقي المميز إنه إحنا ميزناه عن حوله سواء بالماتيريال يعني المادة أو الملمس أو التوجيه. إذا أنت حطيت سجادة رحت ميزته، أنت لما تروح تفرش المصلية وتصلي معناته أنت عملت مسطح أفقي مميز، حطيت حصيرة مسطح أفقي مميز. بحكي أنا لما يكون التمييز هذا على نفس مستوى الأرضية الموجودة عندك، لكن إذا رحت رفعت المستوى شوية لفوق صار زي مصطبة، صار هذا مسطح أفقي ذو منسوب مرتفع، the base plane elevated. the base plane elevated يعني المسطح هذا مرفوع. طبعا هذا بتشوفوه لما بدي اعمل انا منصة معينة لاحتفال، منصة معينة اعمل فيها عرس او حفل زفاف، بدي اعمل منصة معينة اعمل فيها مباراة رياضية الى اخره، اي نشاط معين، بدي اعمل دبكة مثلا لاطفال صغار او لشباب، بروح بعمل منصة عالية شوية عشان الناس اللي حوالين المنصة هذه يشوفوها. يبقى انا في حاجة مرات انه اميز منسوب معين بأرفع لفوق شوية، مثلا الرصيف، الرصيف في الشارع بينفع يكون على مستوى الشارع؟ لا، ممكن تصير السيارات تدخل عليه أو مية المطر، فبروح برفعه شوية لفوق. بدي أعمل نصب تذكاري في نص ميدان معين بروح برفعه لفوق، بزيد من أهميته وبزيد من خصوصية الفراغ هذا. مرات أنت في البيت بدك تعمل المطبخ مرتفع بدرجة معينة، فهذا اسمه مسطح أفقي ذو منسوب مرتفع. مسطح أفقي ذو منسوب منخفض، مرات أنا بضطر إنه أنزل في المنسوب برضه لخدمة هدف معين، مثلا بدي أعمل مسبح بروح أوطي المنسوب، بدي أعمل جلسة معينة في الحديقة
تكون منخفضة وأعمل حواليها مدرج، برضو هذا بيكون منسوب منخفض. تطبيقات كتير في حياتنا العملية بنشوفها، لكن المنسوب المرتفع بنشوفه إحنا أكتر. مسطح أفقي علوي يعني ممكن أنا أعمل معرج، يعني رحت أنا على الحديقة بلطتها، فهذا أكدت الفراغ أو المسطح عما حوله، لكن بزيد تأكيده لما أروح برضو إيش أغطي وأعمل له سقف. كلما كان تمييز المستوى الأفقي أكثر وضوحا، كلما كان تحديد الفراغ أكثر دقة. يعني تخيل لو أنا رحت عملت أرضية بلطتها، رفعتها عن الأرض شوية وحطيت فوقيها معرش، أنت هيك بتكون حددت الفراغ بأكثر دقة. هنشوف احنا بعض الأمثلة زي ما هو مكتوب هان. تعتبر سجادة محددة أفقيا للفراغ داخل، إذا أنت حطيت سجادة أنت اعملت تحديد لمكان جلسة. تحت هان اطلع على المثال إذا أنتم شايفينه، الصورة هذه مش واضحة شوي، لكن تقدر تتطرق إنه هان في فراغ صالون كبير، راح عمل نزل لجلسة معينة في الصالون بخمس ست درجات، فكانت إلها تحديد. وكمان زاد التحديد هذا بنوع الأرضية اختلف عندي. هذه الصورة أوضح، زي ما أنت شايف في جلسة هان فراح هنا نزل درجة وحدد جلسة تانية عملنا إحنا شايفينها. هنا المطبخ لاحظ فراغ شبه مفتوح، راح من عنده مسطحين، راح مسطحين زي ما انت شايف. طب كيف أكد المطبخ هذا؟ راح رفعه درجة لفوق، فصارت المساحة هذه وكأنها كلها مخصصة للمطبخ. هان زي ما انت شايف جلسة معينة راح رفعها بدرجة، فزاد تأكيد الجلسة هذه. بتشوفوا انتوا لما يروح مثلا رئيس يزور دولة تانية بيعملوا له بساط أحمر، هذا برضو ميزه المكان اللي حيمشي فيه الرئيس هذا على البساط الأحمر ويزفوه ولا يعملوا له موسيقى وطنية. هان ميزنا فراغ معين بسجادة على شكل جلد النمر. هان ميزنا الفراغ بإيش؟ بسجادة فقط. يعني صار المكان هذا مخصص كله للجلسة اللي عندي. هان هنا رفعنا الرصيف شوية وعملت تدرجات، درجة اثنين ثلاثة أربعة، والمكان هذا كله كان مرفوع وهي مرفوع برضو بالزيادة من المنطقة هذه. هنا الجلسة هذه زي ما انت شايف انزلنا فيها لتحت، بتحسسك بالهدوء والسكينة والوقار. هنا في شباك معين جاي على ثلاث اتجاهات، ورحنا رفعنا بمستوى معين وخصصنا المكان هذا لجلسة معينة. طبعا هن بعض السكتشات يعني بحكي لك عند تحديد الفراغ من خلال زيادة المنسوب، المنسوب يعني الارتفاع، فإننا نشعر بخصوصية واستقلالية الفراغ أكثر كلما زاد تمييز حواف سطح الفراغ المرتفع عما حوله. لما أميز أنا الحواف بماتيريال، ببلاط، بحجر، بفسيفساء، كل ما زدت أنا أميزها عما حولها بزيد إحساسي بخصوصية واستقلال الفراغ. كمان كل ما زاد الارتفاع، كل ما زاد الفرق في منسوب الفراغ عما حوله كلما كان أكثر تحديدا. أنا إذا عملت منصة ارتفاعها درجة مش هحس بالارتفاع، لكن تخيل ارتفاع يكون ارتفاع الشخص العادي أو ارتفاع 3 متر بيكون أكثر تمييزا. لكن بالآخر أنا حسب النشاط اللي بدي أعمله على الفراغ هذا، لو بدي أعمل مثلا هنا مسرحية اللي قاعد هان مش هيشوفها، لكن لو أنا عندي مسرح وبدي أعمل مسرحية فممكن يكون الارتفاع اللي هنا أنسب عشان يقدروا الناس كلهم الواقفين يشوفوا كل الحركات الموجودة. زي ما انت شايف هان مرات في منسوب منخفض، ممكن أعمل مدرجات لنشاط معين. ممكن منسوب منخفض يكون بنسبة ضئيلة 40 50 سنتي، هنا مثلا لمسبح معين، هنا ممكن يكون لنشاط تاني. قد يتم تحديد فراغ داخلي ضمن مساحة مفتوحة لإعطاء خصوصية معينة لهذا الفراغ عما حوله. يعني هذه مدرسة، هذا ملعب، طب كيف عرفت انه ملعب؟ رحت غيرت الإدهان تبع الأرضية بماتيريال معينة عشان
اعرف انه ملعب. هذا معرش، كيف عرفنا انه معرش؟ لانه رحت حددته بالسقف وبالارضيه كمان الموجوده. هنا منطقه خضراء وحددت جلسه فقط في البلاط، لا رفعتها ولا نزلتها. هذا الشارع برضو من خلال تمييز الارضيات عرفت وين خط المشاة، عرفت وين مسار شو اسمه الدراجات، عرفت وين الجلسات بدها تكون، عرفت وين المناطق الخضراء، كله من خلال تمييز المساحات بالالوان. بنفس الطريقة يمكن تمييز فراغ معين من خلال تحديده بمستوى أفقي علوي. أنا زي ما حكينا من محدد الفراغ إنه أروح أعمل مظلة، عندي كراج سيارات بروح أكده إذا عملت أنا مظلة، عندي محطة انتظار لبصات لقطارات لسيارات بروح بأكدها، مش بس بحط كرسيا في الشارع، لا بحط برضو إيش تغطية، والتغطية هذه بتحدد لي حتى مكان أو تحدد لي شكل الأرضية اللي تحت. زي ما احنا شايفين في المدينة المنورة التغطية الموجودة هان حددت لي أشكال الجلسات اللي تحت، التغطية اللي هان حددت لي شكل المكان، حتى لو فيش عمدان بتحدد الشكل الموجود تحت. هيك بنكون حكينا عن محددات الفراغ الأفقية زي ما انتم شايفين، سواء كانت مسطح مميز أو مسطح منسوب مرتفع أو مسطح منسوب منخفض، وهذه أمور أنت بتطبقها في شغلك في التصميم الداخلي، سواء في البيوت في الشاليهات. كتير بتروحوا أنتوا على شاليهات بتلاقي جلسات مرتفعة جلسات منخفضة، بتلاقي معرشات مظلات، تنويع في التبليطات. يعني في اللاندسكيبنج أو في البستنة أو في الحديقة بنستخدم العناصر هذه كتير، بالإضافة برضو لأنه إحنا بنستخدمها في الفلل وفي الأماكن التانية. الموضوع الثاني هو محددات الفراغ الرأسية. محددات الفراغ الرأسية ايش يعني؟ انا لما اروح اشتري ارض مثلا، يعني ابسط مثال، بروح حوالين الارض بحط 4 حدايد. ايش يعني؟ انه كل اللي بحد الارض هذه او العمدان هذه، كل اللي داخل العمدان هذه، هذه حدود الارض تبعتي. او بزرع 4 نخلات. ايش يعني؟ فالعناصر الرأسية هذه ابسط محدد للفراغ، ابسط محدد للفراغ. انا عندي معرش معين حطيت 4 عمدان حوالينه، فهذه الـ4 عمدان حددت لي الفراغ بشكل بسيط. عناصر خطية مثل الأعمدة والأشجار، حطيت أنا 4 شجرات 4 عمدان كهرباء، بتشوفوا أنتوا الملاعب مرات بحط عمود هنا وعمود هنا وعمود هنا، فصارت العناصر الخطية اللينير فيرتيكال إليمنتس هذه أبسط محدد للفراغ. طب مستوى رأسي الحيطة برضو هذه محدد فراغ، إذا أنا حطيت حيطة تفصل بيني وبين جاري هذا مستوى رأسي اسمه، مستوى رأسي سواء كان دائم أو مؤقت. حطيت في مطعم مثلا أنا بارتيشن بيني وبين الطاولة اللي جنبي، هذا برضو فصل ما بيني وبين الجاري المطعم عشان يوفر لي شوية خصوصية. طيب لو في مستويين رأسيين متوازيين زي ما انت شايف، حيطة هان وحيطة هان، برضو هدول حصروا زي الشارع مثلا، وانت ماشي في الشارع بتلاقي حيطان على اليمين وحيطان على الشمال، هدول بحصروا لك فراغ معين، بحصروا فراغ معين بينهم. انت في حديقة معينة في ممر زرعت على اليمين وعلى الشمال شجر متصل، برضو هذا ايش مستويين رأسيين متوازيين. مستويين رأسيين على حرف ال زي ما انت شايف، حطين زي هيك حصروا فراغ. ممكن اعبر عنهم هذول مش بس حطين، كنب مثلا، بتشوفوا انتوا كتير الكنب حرف ال، حرف ال يعني بيروح بيحصر فراغ للمعيشة بشكل معين. مستويات رأسية على حرف، طبعا هذه ال شيب كونفيجريشن اوف بلان تكملة لحرف ال، انه بيحكي انه المحصلة الفراغ تكون باتجاه معاكس، يعني توجيه الفراغ بيكون في الاتجاه المعاكس لإله. مستويات رأسية على حرف شكل يو، طبعا هذه تكملة إلها، يو شيبد كونفيجريشن اوف بلينز، يكون توجيه الفراغ باتجاه الجهة المفتوحة زي ما انت شايف. يعني لو انا عندي مثلا كنب زي هيك تفرشه، التوجيه بيكون يعني اذا بتحط تلفزيون بحطه في المنطقة المفتوحة، الحركة بتكون في المنطقة المفتوحة، الأهمية المنظر بيكون، يعني إذا عندي أنا منظر معين جمالي هان، فالتوجيه
بكون زي هيك، مش انه اروح بالعكس اعمل. يعني ممكن اصفط كنبا على حرف يو. عندنا حنشوف بعض الصور. مستويات رأسية تحصر فراغا مغلقا فور بلانز، وهنا يصبح توجيه الفراغ داخليا يفصله. يعني هان لما اكون في غرفة انا بين اربع حيطان، يبقى هذه اربع مستويات رأسية. يعني الصورة هذه مرت علينا قبل هيك، زي ما تشايفين هذا المكان في ايش راح حدده؟ اربع منارات. هذا ضريح مش مسجد، فراح حدد الفراغ، طلع مرفوع عن الأرضية، اعطى له أهمية، غير لون الأرضية، بالإضافة لأنه حط أربع منارات أو مآذن زي المآذن حددت الفراغ. فأنا من بعيد بشبك بين القمم هذه، فبستنتج إنه الفراغ هذا كله تابع للمكان هذا. لاحظ في إيش حدد الممرات هذه؟ في مجموعة من الأعمدة شكلت وكأنه مستويات رأسية متوازية بمشي أنا بينها. للصيف ميزه عما حوله بالألوان. زي ما تشايف هنا مستوى رأسي راح فصل ما بين الغرفة هذه والغرفة الثانية. ممكن هاي تكون جلسة، هاي تكون طعام، زي المكان اللي عندنا حنشوفه. طبعا تختلف درجة تحديد الجدار او المستوى باختلاف ارتفاعه. يعني اذا بدي اعمل سور انا لمدرسه بنفعش اعمل زي هيك، بدي اعمل سور لحديقه ممكن اعمله زي هيك، زي ما بتشوفوا انتم في الجند المجهول. بدي اعمل سور لمنطقه لبيت وبديش انا الناس يطلعوا، ممكن اعمله بارتفاع. هذا يبقى ارتفاع السور هو، وارتفاع النشاط او نوع النشاط اللي داخل المنشأ هو اللي بيخليني انا احدد ارتفاع السور لنفسه. يعني زي ما انت شايف هالحمام رفعنا الأرضية شوية لفوق، وكان هنا البانيو، عملنا حيطان صغيرة ما بدهاش يعني ارتفاع معين. هان ممكن مكاتب للشغل، رحنا حطينا بارتيشنات بنوع معين، ممكن تكون روضة أطفال أو عيادة أو مكان فيه نشاطات معينة. فهذه كانت محددات رأسية للفراغ زي ما أنت شايف، محدد رأسي للفراغ. هنا منطقة في روضة أطفال، حطينا محدد رأسي بشكل حرف L، وحصر طالب معين يعطاله خصوصية يدرس يعلق لوحاته بشكل معين. هان فاصل رأسي طبعا مش مصمت، شبه مفرغ، وفصل ما بين الغرفة والتانية. هان طبعا مش كتير مهمة السلايد هذه. يختلف توجيه الفراغات المحدد بالعناصر الرأسية حسب هذه العناصر، وعليه فإن محاور الحركة والتوجيه تختلف حسب بدأ. يعني قصده هان إنه هان ممكن أخترق الفراغ وأتحرك فيه، هان ممكن أتحرك وأرجع وأتحرك حواليه، هان ممكن أتحرك برا وأتحرك جوا، هان الحركة في الاتجاه هذا إذا بدي حركة طبعا، هان الحركة باتجاه هذا، هان في حركة كتير حوالين العمدان إلى آخره. مش كتير بتهمني الكلام هذا، لكن حطيته إلى الاطلاع. زي ما أنت شايف هنا في فراغ أكل أو طعام وفراغ معيشة، راح فصل بينهم بفاصل رأسي، فهذا كان محدد فراغ رأسي. هان زي ما أنت شايف برضو في غرفة مكتب وغرفة نوم أو معيشة، هان هدول كنبيتين، فراح فصل بينهم برضو بحائط عشان يقدر إنه يفصل ما بين الغرفتين. فهذا كان محدد أو محدد فراغ رأسي. هنا نفس الاشي، العمودين هدول كانوا بمثابة عناصر رأسية لتحديد الفراغ، وصار المسطح هذا يعني شبه مفرغ، شبه مفرغ، فقط في حزام وفي حيطة هان وعمود وعمود. لكن زي ما انت شايف برضو في درجة، الدرجة اللي هان عملت برضو تحديد أفقي للفراغ اللي عندنا. حيطة مستوى رأسي، محدد فراغ رأسي، فصل لي ما بين المنطقة اللي هناك والمنطقة اللي هان. حرف ال محدد فراغ رأسي على حرف ال زي ما انت شايف، برضو الحيطة هذه حددت لي الفراغ، وشوف قديش سمكها. هنا محددات على شكل حرف ال زي ما انت شايف، على شكل حرف ال وعلى شكل حرف ال، وفرت بيئة عمل مناسبة أكتر. جلسة على شكل حرف ال، محدد فراغ أفقي موجود، محدد فراغ أفقي اختلاف الأرضية، محدد فراغ رأسي الحيطة اللي عندي هان. هنا محددات فراغ على شكل حرف يو. طبعا لما أحكي محدد فراغ مش بس الحيطة، العفش كمان.
العفش عمل لي حرف يو فحدد لي فراغنا. هنا حرف يو كاونتر استقبال في مستشفى او شركة، حدد لي فراغ. كاونتر يو ممكن في مكتب او مطبخ، برضو حدد لي فراغ. هنا لاحظ اربع حيطان، طبعا الحيطة الرابعة مش مبينة، فهذه حددت لي فراغ باربع مسطحات. لاحظ مليانة هذه محددات، في محددات رأسية، في الأرضية هذه تميزت، الارتفاع الموجود هان، الممر المحدد بعمدان، يعني كلام كتير ممكن أحكيه على الصورة هذه. في الحدائق زي ما حكينا كتير بستخدم محددات الفراغ، يعني اطلع هنا مستويين رأسيين متوازيين حددوا لي الفراغ اللي عندي هان. حددت الأحواض هذه مستويات رأسية مرتفعة، حددت المساحات المبلطة يعني كمسطحات أو محددات أفقية، ميزتها عما حولها. عملت بعض المسطحات شبه المفرغة زي ما انت شايف، جلسات على شكل حرف L سواء في الزراعة أو الكنب، فأشكال كتير. لاحظ هنا برضو في زراعة وفي زراعة بشكل متوازي، فحددت لي الفراغ اللي بينهم. جلسات معينة رفعتها لفوق وحددتها. هنا برضو زي ما انت شايف محددات فراغ رأس أفقية، إنه مستوى مرتفع. هنا برضو خطين متوازيين محددات رأسية. لاحظ هنا محددات أفقية الدوائر هذه، ومحددات رأسية اللي هي الحيطان، سواء اعتبرتهم هذول متوازيين أو الأربع مستويات حددت لقطعة الأرض هذه. لاحظ المثال الحلو هذا، حرف ال حطين حصروا لي جلسة برضو اجت على حرف ال، والمسطح نفسه ميزته عما حوله. هان تم عمل مثلا مستويات متعددة في المكان عشان أميز أماكن القراءة. ولاحظ المسطح هذا محصور بأربع حوائط، يبقى ممكن أعتبره إنه جاي مغلق على محدد بأربع مستويات، محدد بأربع مستويات. بارك الله فيكم وشكرا لإصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.